السلام عليكم. منذ الدخول البربري لصنعاء من تحالف الانقلاب كان أول عمل لذلك الاجتياح هو غلق المؤسسات الإعلامية ومصادرة الأجهزة والأدوات واعتقال من وجدوهم في طريقهم دون أي شبهة سوى أنه صحفي. والصحفي خطر عندما امتهن القتل والنهب والجريمة. الواقع الصحفي والصحافة في مناطق النزاع سجل مفتوح للانتهاكات، جميع الأطراف لها يد في الجريمة ضد الصحفيين ومحاربة الإعلام والتضييق على حرية التعبير، غير أن للميليشيا الانقلابية نصيب الأسد في ملف الانتهاكات التي طالت الإعلام وممتهني الصحافة خلال سنوات الانقلاب، وهو ما دفع بالعديد من الصحفيين لهجم ميدانهم والاتجاه لبلدان وأعمال أخرى. وأما من بقى في الداخل فهو ما يزال يعيش تحت وطأة الحرب والاستهداف. فما هي شروط السلامة المهنية للصحفي الموجود في مناطق النزاع؟ وما هي إجراءات الصحفي المختطف خصوصا لدى الجهات المجهولة؟ وكيف يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين؟ مشاهدينا الكرام، أن تكون صحفيا ليست جريمة. تابعوا حوارنا هذا المساء مع ضيفنا في الاستوديو الصحفي حمدي البكاري مراسل قناة الجزيرة. فمرحبا بكم وبك أستاذ حمدي، مساء الخير. أهلا بك أستاذ حمدي. إذن قبل أن نبدأ حوارنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أقول أن المرتزقة والعملاء تتسع دائرة الجريمة والتحريض فتضيق معها دائرة الحرية. تبدو الصورة هنا معبرة عن واقع الصحافة في اليمن. خطرا على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين. أصبح الصحفيون على رأس قائمة المستهدفين ناهيك عن ظروف الحرب ذاتها. واقع أسود يحيط بالمشتغلين في مجال الإعلام في اليمن. قتل الصحفيان قابل والعيزري بضربات التحالف، وضعتهم الميليشيا كدروع بشرية في مخازن أسلحة معرضة للاستهداف، فيما قضى محمد عبدها العبسي مسموما، وقتل محمد اليمني قنصا، وقتل مصورون آخرون في قصف للميليشيا بتعز، وقتل آخر بقصف للتحالف، وآخرون قتلتهم جماعات مسلحة. آخر التقارير الحقوقية والصادرة مطلع يوليو الماضي عن نقابة الصحفيين اليمنيين كشف عن مقتل 21 صحفيا منذ بدء الانقلاب، فيما 18 صحفيا لا يزال مصيرهم مجهولا في سجون الميليشيات. انتهاكات كثيرة منها حالة قتل واختطاف واعتقال واعتداءات جسدية وتعذيب في السجون ومحاكمات غير قانونية، منها حكم الإعدام الذي صدر بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، وانتهاكات أخرى كالترهيب والفصل من الوظائف العامة والملاحقات واحتلال المقار الإعلامية ومصادرة ممتلكاتها. تقارير دولية تقول إن اليمن إحدى البلدان التي تشكل بيئة خطرة على العمل الإعلامي، وشواهد استهداف الصحفيين غير قليلة منذ الانقلاب. يقول صحفيون إن زملائهم يعملون في مناطق المواجهات بدون أدوات الحماية الصحفية اللازمة، وهذا ما يجعلهم عرضة للمخاطر والإصابات القاتلة، فيما ترتفع مطالبات بتزويد جميع الصحفيين والمراسلين والمصورين في خطوط المواجهات بأدوات السلامة المهنية والعمل على حماية الصحفيين وتدريبهم على آليات الحماية أثناء التغطيات الميدانية، خصوصا مع استمرار حملات التحريض ضد الإعلاميين وتنامي موجة العنف ضد كل ما له علاقة بالعمل الصحفي. إذن أستاذ حمدي، في البداية كيف تنظر إلى واقع الحريات في اليمن خاصة منذ الانقلاب؟ في الحقيقة واقع حرية الصحافة حرية الصحافة في اليمن هي في أسوأ مراحلها تاريخيا، لأن البيئة التي يعمل فيها الصحفيون لا تتوفر فيها أدنى المقومات للعمل الصحفي المناسب، ثم أن الصراع عادة يعمل نوع من التشظي بالنسبة للصحفيين، القبول بالرأي الآخر يصبح صعبا، فضلا عن أن المساحات التي تجري فيها المعارك هي مساحات كبيرة لا يستطيع من خلالها الصحفي أن يتحرك بشكل حر، وقبل ذلك وبعده تكبر دائرة التصنيفات وتوزيع التهم وحسبان هذا الطرف على ذلك الطرف، وتدخل الصحافة في وضع لا تحسد عليها، بمعنى أن الصحفي يصبح في هذه الحالة رهن الصراعات المسلحة القائمة، وكذلك عدم احترام
للقانون للقانون يعني لا يوجد أحد من الأطراف التي تتصارع تدرك المساحة الكافية من مقومات حماية الصحفي، بمعنى توفير البيئة الآمنة والسليمة للعمل الصحفي. أضف إلى ذلك أدوات السلامة لا تتوفر في كثير من الأحيان. في مناطق كثيرة من العالم أحيانا يتم وضع الصحفيين في وضع خاص في هذه المناطق، والتفريق بين الصحفي وبين المقاتل، لكن في حروب مثل حروب اليمن لا يوجد هذا التفريق. نعم، يعني نحن شاهدنا بعض اللقطات من فيديوهات معينة، يعني نشاهد شاب يحمل كاميرا، لا يوجد لديه أي إشارة بأنه صحفي. ما يعني الواجب على الوسائل الإعلامية تجاه مراسليها في الميدان؟ أبسط الحقوق التي يعني يفترض أن يعطوها. أستاذ حمدي، من المفترض إنه الوسيلة الإعلام توفر أولاً الحد الأدنى من وسائل السلامة، والنقطة الثانية وهي الأهم في الحقيقة، أن يترك الخيار للصحفي نفسه، هل يرغب في تغطية هذه المعركة أو لا يرغب، هل يستطيع أن يذهب إلى هذه المنطقة أو لا يذهب، بمعنى أنه لا تفرض عليه وسيلة الإعلام أن يقوم بدور التغطية في منطقة نزاع إذا كانت نسبة الخطر عالية، لأن الخبر ليس أغلى من الصحفي، والمعلومة ليست أغلى من الصحفي. الصحفي في الأخير هو إنسان، لا يمكن أن تغامر وسيلة إعلامية بإنسان في سبيل أن تحصل على معلومة، لا يوجد هناك أغلى من الحياة. وبالتالي عادة بعض وسائل الإعلام الرائدة في العالم عادة ما تطرح الخيار للصحفي أن هذه المنطقة هي منطقة نزاع ومنطقة حروب، ربما تفقد حياتك فيها، وبالتالي الخيار متروك لك، مع توفير كل وسائل الحماية، قنوات التواصل، وسائل أيضا لمخارج للهروب أو التحرك إذا ما اشتدت الأمور وأصبحت ضيقة، الوسائل المساعدة التي من خلالها يمكن للصحفي أن يتصرف إذا ما ضاق به الأمر. نعم، إذن ما هي أبرز الصعوبات والمخاطر التي تعترض الصحفيين اليمنيين خاصة في مناطق النزاع، وأنت قادم من إحدى هذه المناطق؟ هو أول تحدي يواجه الصحفي هو كيف يستطيع أن يقهر الخوف داخله. هناك خوف يسيطر على الإنسان عندما يذهب لتغطية معركة أو لتغطية واقع مسلح، إذا تمكن من ذلك يستطيع بعد ذلك أن يبحث عن وسائل المساعدة الأخرى، لكن البداية الحقيقية تكمن في قهر الخوف داخلنا، ثم بعد ذلك يمكن الانطلاق لتغطية المعركة، وطبعا كما قلنا بوسائل مساعدة وبتواصل دائم مع الوسيلة، وسيلة الإعلام يجب أن تكون وسيلة الإعلام على تواصل مستمر مع الصحفي، وتعرف تحركاته وتوجه له من حين لآخر النصائح والتوجيهات. هناك بعض وسائل الإعلام لديها مسؤول أمن وسلامة تقوم ببعض الإرشادات، الاستفادة من التقنيات، حتى أن البعض يمكن من خلال بعض الوسائل التقنية رصد تحركات هذا الصحفي إذا ما تعرض لخطر أو من هذا القبيل. بالنسبة للواقع اليمني الصعوبات تبدو أكبر، لأن مستوى الوعي بالقوانين وبدور الصحافة أقل بكثير من البلدان العديدة، ولذلك المخاطر كثيرة، لا يوجد حدود أدنى وحدود أعلى، لا توجد معارك واضحة، وهذه أبرز صعوبة، بمعنى ليست مواجهات بين فصيلين وجيشين واضحية المعالم. الفرز واضح، قد يكون قناص في المنطقة التي أنت تشعر فيها بأمان، هناك نوع من التداخل، لأن هذه حروب في الأساس داخلية وتدور في بيئة متداخلة وفي مجتمعات أيضا متداخلة تربطها يعني علاقات حتى اجتماعية. لا تدري أنت في هذه المنطقة اليوم فتمسي في منطقة أخرى، هناك تقدم لهذه القوات وهناك تراجع لهذه القوات، وبالتالي أنت لا تعرف، قد يكون من يعمل من هذه القوات، يعني من يعمل في هذه المنطقة لصالح قوات الأخرى وأنت تغطي بهذه الجهة، فإذا بآخرين يعملون لمصلحة. بالتالي العمل في مناطق متداخلة وفي مناطق مثل اليمن هو عمل صعب، لا يوجد فرز حقيقي، وإذا عملت في منطقة لم تغطي الحرب وفي مناطق التماس ستظل محسوب على الطرف هذا أو ذاك.
أستاذ حمدي، يعني أنت وأستاذ هادي اليماني وغيركم أيضا أثبتتم شجاعة غير عادية في تغطية الحرب في اليمن، ونقلتم ربما الوجه الإنساني الذي يعني هو بعيد عن الكاميرا، نقلتم أيضا المعارك. هذه الشجاعة أستاذ حمدي، أنت قلت يعني يجب أن يتغلب الصحفي على الخوف أولا، وأيضا يعني أنا أجد أنها من الصعوبة بمكان أن أنت إنسان عادي لست بطبيب حتى تجد أشلاء الجثث، ولست بإنسان متمرس على هذه المناظر، كيف تستطيع يعني أود أن أسمع منك كيف استطعتم مواجهة مثل هذه المناظر التي ربما يعني قد يكون هذا الشخص أنت تعرفه وتعشيت أنت وهو بالأمس، تجده اليوم جثة أمامك يعني حتى يعني بقصف أو بطريقة يعني هي مجرد أشلاء، هذه النقاط كيف استطعتم تجاوزها والاستمرار في العمل؟ هو طبعا صعب، تغطية الحروب هي صعبة وتحتاج إلى قوة صبر وتحمل، ولكن أحيانا الأقدار والحظوظ والفرص تضعك في هذا الموقع للتغطية وتجد أن الوسيلة مناسبة. ودائما إذا كل صحفي قال لن يغطي فمن سيغطي؟ لو كل صحفي فكر بأنه لن يستطيع قهر الخوف داخله وكذلك لن يستطيع الذهاب لتغطية المعارك، لن يستطيع نقل حتى هذه الصورة الدموية للعالم، فمن الذي يمكن أن ينقل هذه الصورة؟ بالتالي هي مسؤولية وأيضا روح ودور ووظيفة بنفس الوقت. الصحفي يجب أن يتواجد في هذه المناطق طالما وقد وضعته الأقدار في تلك المناطق والظروف بالحد الأدنى وبالاحترازات اللازمة وبالإجراءات المعقولة، بمعنى لا يذهب للمغامرة بعيدا. أنت لست طرفا في المعركة، لا تقاتل، أنت تفعل ما تستطيع، ولذلك يجب أن تفكر مليا، أن تخطط مليا، أن تحدد أين ستذهب من مكان، أين ستقوم بالتغطية، لماذا هذه المنطقة وليست تلك، يجب أن يكون لديك دراية كاملة عن المنطقة من ناحية جغرافية، يجب أن يكون لديك مساعدين يفهمون في بعض المناطق، يجب تحركاتك يجب أن تكون مدروسة، وأحيانا يعني طبعا لا تصل إلى نتيجة، لكن يجب أن تعمل ما تستطيع لكي تنجح في مهمتك، وبالتالي ليست مجرد مغامرة، هو دور والدور هذا مخطط له، والتخطيط هذا مهم للغاية، تستطيع حينها أن في مساحة معينة أن تنقل جانبا من الصورة على الأقل. نعم، إذن أستاذ حمدي أنت يعني تنقلت بين أكثر من منطقة، ليست فقط تعز، ذهبت إلى مأرب، ذهبت إلى عدن وغيرها، يعني وربما شعر المتابع لك أنك لا تؤدي واجب تجاه وسيلتك الإعلامية، يعني شعرا بأنك تؤدي واجب أمام وطنك، أمام قضية معينة أردت إيصال رسالة معينة، كنت مؤمن بعملك وكيف أنك مخول بنقل هذه الصورة أكثر من أنه واجب تقوم به. حدثني عن تجربة التنقلات التي لكن هو في الحقيقة كنت يعني هو نقل لواقع. نعم، هذا الواقع موجود، سواء كان واقع يعبر عن آمال الناس أو آلامهم، صحيح، هو موجود، صحيح، في كل الأحوال، فقط نحن نقوم بنقل هذا الواقع. فكرة التنقل من محافظة تمليها الظروف، أحيانا عندما لم نستطع العمل في صنعاء انتقلنا إلى مساحة للعمل، في الأخير أنت تؤدي الدور في المجال الذي تستطيع أن تتحرك فيه، وعندما أصبحت الأمور أكثر اشتعالا في مناطق أخرى ذهبنا إلى عدن، وعندما ضاقت بنا الأمور في عدن عدنا إلى تعز، وهكذا الصحفي عليه أن يتحرك في المساحة التي يستطيع فيها أن ينجز المهمة الصحفية، وبالتالي هي تجربة لابد أن تتم بطريقة معينة، هناك الكثير من التفاصيل، كيف تتنقل من منطقة لمنطقة، كيف تضع المحاذير الأمنية، كيف تؤسس لعمل من أول وجديد في تلك المنطقة لمكان، صحيح، ولكن هي أصعب تجربة هي عندما تنتقل، لأن نقاط التفتيش تنتشر في الطرقات،
فلا بد من بعض التحايل بشكل أو بآخر، بمعنى أنه أن تكون في إطار تحركات المواطنين أنفسهم، لا تعطي نوع من المظاهر أو أنه أنت صحفي ولا تستعرض قدراتك كصحفي، تذهب كما لو أنت مواطن بطريقة معينة تمر الأمور غالبا يعني. والشعب اليمني شعب يعني إحنا شعب طيب يعني، عادة التدقيق ليس إلى هذه الدرجة يعني في نقاط الأمن وكذا، والحمد لله عدت على خير. مرات يشتبهوا فيك أثناء التنقل وثم يعودون السماح لك وهكذا. هي الفكرة فين؟ أنه أنت تقهر الخوف اللي داخلك وتقرر التحرك وتضع الخيارين، احتمال يتم القبض عليك واحتمال لا، تضع التدابير التي تستطيع عملها وتتحرك. مرات كثيرة تنجح وقليل يعني ما تنجح. تمام. أستاذ حمدي، الانقلابيون يعني منذ دخولهم صنعاء قاموا ربما يعني مجزرة إعلامية بحق الصحافة والإعلام، أغلقوا كل القنوات وكل الصحف وكل المواقع التي لا تعبر عنهم أو تعبر عن طرف آخر، استولوا على الإذاعات على الأدوات الإعلامية. برأيك كيف أثر كل ذلك على واقع الحريات الإعلامية في اليمن؟ هو الحرية لا تعمل في هذا الواقع، الحرية الصحفية لا تعمل إلا في واقع مؤسسي وفي مناخ من الديمقراطية. في أي بلد تنتشر فيها الجماعات المسلحة والميليشيات لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة. الميليشيات هي النقيض للدولة، وبالتالي الميليشيات التي لا تؤسس لدولة فهي أصلا لا يمكن أن تؤسس لحرية الصحافة. ولذلك ما من مكان فيه ميليشيات إلا وكانت الصحافة هي طرف واحد فقط، لا توجد حرية كافية ولا أصلا حرية مقبولة. بالتالي إحنا نعيش في مرحلة هي من أسوأ مراحل الصحافة اللي عرفتها اليمن للأمانة. عبر التاريخ لم تعيش اليمن مرحلة سوداء التي نعيشها الآن. لا توجد ولا صحيفة في العاصمة صنعاء ولا في أي منطقة أخرى، يعني كله تراجع غير عادي بعد أن كان البلد يعيش حالة نمو وطفرة في الصحافة بعد 2011. فتحت القنوات والإذاعات والصحف. الآن نحن في عصر كأنه في عصر ما قبل الدولة تماما، بذلك تغيب الصحافة وتغيب الحرية، ولا يمكن الحديث عن الصحافة في ظل هذه الظروف. وأنا أتوقع أننا سنشهد أيضا مزيد من هذا التعتيم وهذه الانتهاكات. يعني إذا كان زعيمهم عبد الملك الحوثي يعني أعلن صراحة بالنسبة لمعاداة الصحفيين والإعلاميين، وتم اتهامهم بأنهم مرتزقة وعليكم أن يعني وأنهم طابور خامس يجب إيقافهم، ربما يعني تم ترجمة ذلك بعد تصريح مباشرة باختطاف العديد والكثير من الصحفيين. يعني حتى الآن 18 صحفي كما تعلم هم ما زالوا في سجون الميليشيا دون محاكمة. ما رأيك بمثل هذه التصرفات وهذا يعني التزايد المستمر في يعني اعتبار أن الصحفي هو عدو يجب معاقبته؟ هو الميليشيات بطبيعة الحال ليس في فكرها أو في رؤيتها إن صح التعبير ما يتعلق بالصحافة وشؤونها، وبالتالي استمرار اختطاف الصحفيين نسميه وليس اعتقال، لأنه الاعتقال يتم من دولة وبأمر من النيابة. هذه عملية اختطاف لكل معارض لهم، وهذه مشكلة كبيرة، إنه تجريف الصحفيين، تجريف الواقع الصحفي من كل الصحفيين الذين يتوقع أن يكونوا مناوين لهم. هذا يعبر أن بعدم القبول بالرأي الآخر، وكذلك يعبر عن هذا المشروع الذي لا يمكن أن يقبل بالديمقراطية أو بحرية الصحافة. المشروع المسلح عادة، مشروع الانقلابات، مشروع الميليشيات، كما قلنا هو لا يؤمن بأي رؤية للصحافة أو باحترام لحقوق الإنسان أو لهذه المنظمات المدنية التي تعمل.
نعم. إذن أستاذ حمدي ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي غمدان اليوسفي من هولندا. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا، مساء النور. أهلا بك. ربما أنت أيضا تجربة حية أستاذ غمدان للملاحقة التي تمت للصحفيين. أود أن تحدثني عن واقع الصحفيين اليمنيين في اليمن من وجهة نظرك. ربما يعني من المستهلك الحديث عن الحالات المعتقلة، عن حالات يعني المحاكمات غير القانونية، عن المطاردات، عن الصحفيين النازحين. ربما يعني كأنها صارت إلى حد ما قصة مستهلكة. نعم. يعني لكن في المقابل إذا يعني خرجنا عن هذا النطاق، يعني وطالما أيضا يعني زميلي وصديقي حمدي البكاري موجود في الاستوديو وهو أيضا عضو مجلس نقابة الصحفيين، نتحدث بالمقابل أيضا عن من كانوا يعني مساندين للحوثي في يعني في مرحلة من المراحل، على أمل أنهم يعتبرون في وجود الحوثي نوع من التغيير في المشهد السياسي في البلد، نوع من القوى الشبابية الجديدة، على اعتبار أن يعني أعمار كل هؤلاء الذين يمسكون بزمام الأمور في العاصمة صنعاء ومناطق شمال الشمال وغيرها هم من يعني من تفصيل الشباب. يعني ربما كانت هذه المسألة مغرية بالنسبة لصحفيين كعابد المهذري أو ككامل القوداني أو كغيرهم من حتى من السياسيين أو الناشطين كيعني بعض القضاة الذين تم اختطافهم مؤخرا. يعني لم يعد الضيق بالرأي الآخر، لكن يعني بالرأي المخالف في داخل الجماعة نفسها، حتى في داخل المجلس السياسي للحوثيين أنفسهم، يعني كمحمد كما دار مع كثير من أعضاء المجلس السياسي نفسه. يعني أتحدث عن القيادات في داخل يعني الجماعة، والتي لم تعد تقبل حتى بالنقد البسيط المحدود في داخل يعني هذه المجموعة. يعني في مقابل ذلك أيضا نرى يعني هذا النكران يعني للجرائم التي ارتكبت في حق الصحفيين من قبل الحكومة نفسها. يعني أنا أتحدث ربما كحالة من الحالات، يعني ضمن مجموعة يفترض أن الحكومة كانت قد تلقفتهم، ويعني على الأقل من باب يعني الحد الأدنى أن تنظر لي 38 صحفي فصلوا من وكالة سباء الأنباء. تخيل اليوم نحن نتحدث عن يعني عن 18 شهر من تاريخ فصل 38 صحفي من وكالة سباء. قبل أيام فقط تم صرف بعض الرواتب لبعض هذا العدد، يعني للرواتب لأربعة أشهر. إذا قيست هذه الرواتب لأربعة أشهر بالصرف المحلي اليوم، وهؤلاء معظمهم يعيشون خارج البلد، لا تأتي يعني ربما لا تصل حتى إلى $400، وهذه يعني ليست حتى يعني إيجار شقة في شقق بلدان النزوح. يعني أنا أتحدث، دعيني أفضح هذه، أكشف هذه الأمور على الواقع. أنا سأتحدث اليوم عن حالة ربما إنسانية مؤلمة مزعجة، ربما يعني لا يمكن أن توصف. حالة يعني الزميل الشهيد محمد العبسي، لن أكشف سراً إن قلت لكم أنني منذ 8 أشهر وأنا أتابع يعني الحكومة والمالية منذ 8 أشهر فقط لصرف راتب محمد العبسي الموظف في صحيفة الثورة، يعني إلى ما قبل شهر، حتى يعني ما قبل شهر يعني ما زالت الإجراءات برغم توجيه الوزراء لرئيس الوزراء لمرتين، برغم توجيه يعني وزير الإعلام، برغم ملاحقة وزراء وزملاء ومكتب رئيس الوزراء نفسه للمالية، ومع ذلك حتى هذه اللحظة لم يتم صرف راتب محمد العبسي بحقوق قذرة وتافهة في داخل وزارة المالية. دعونا نتحدث بهذه الصراحة لكي لا يعني على الأقل من باب أننا نبرئ أخلاقنا أمام زملائنا وأمام أسر زملائنا الذين يعني ضحوا. يعني ماذا تبقى إذا كان محمد العبسي قد قدم حياته؟ يعني هل يمكن لغمدان اليوسفي أو لحمدي البكاري أو لعارف فلان أو لفلان من الزملاء الذين يعني دفعوا ثمن يعني مواقفهم أن يتم
تشريد أولادهم في الشوارع إذا حدث لهم شيء. إذا نعم. إذن برأيك أستاذ غمدان يعني لما هذا النكران إن صح لي القول يعني باستخدام هذا المصطلح تجاه هؤلاء الصحفيين، تجاه يعني من كما قلت فقدوا يعني أو قدموا حياتهم بسبب آرائهم، فقدوا وظائفهم بسبب آرائهم، خرجوا من البلاد لأنهم ضاقوا ذرعا بوجود ميليشيا لا تقدر الرأي والرأي الآخر، بالتالي يعني لا نجد أي تجاوب من طرف الحكومة يا أخي، حتى على مستوى أن تستقطب هؤلاء ك يعني أقلام تعبر عنها ضد هذه الميليشيا، عوضا عن وجود وأنت تعلم يعني دخلاء كثيرين على الإعلام ولا علاقة لهم بها. يعني أنا سبق وأن قلت يعني مواقفنا ليست للبيع والشراء، أنا لن يبتزني أحد بموقفي يعني ضد جماعة الحوثي. في النهاية يعني كنا نعارض علي عبد الله صالح أيام ما كان دولة من باب أن احنا نعارض يعني وفقا لأطر وقوانين سياسية موجودة في البلد. اليوم نعارض الحوثي لأنه ليس دولة، ونعارض الحوثي لأنه جماعة مسلحة اختطفت النظام. وقوفنا مع الدولة ليس يعني ربما نحن أساسا في الصحفي في مكونه المهني ودراسته وأكاديميته هو أساسا شخص معارض، ربما يعني يفترض أننا نكون معارضين في حال وجود الحكومة، لكن اليوم نحن نطالب بهذه الحكومة لكي ننتقدها. أنا أتذكر أنني يعني انتقدت محمد سالم بازندو حين كان رئيسا للوزراء، انتقدته على يعني على على على, على يعني اعتزاله وعدم الذهاب إلى مكتبه، واتصل به هاتفيا وقال لي لأنك كتبت مقالا محترما سأذهب غدا إلى 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 يعني وأداوم في مكتبي لأنك كتبت نقدا يعني واقعيا ومنطقيا وما إلى ذلك. اليوم نحن ننتقد الحكومة ليس كرها في الحكومة، ولكن كرها في الأدوات التي تتخذها يعني تحتضن هؤلاء المشردين في أقاع الأرض وتقول وتعيدهم على الأقل تصرف لهم هذا الراتب يعني الذي لا يذكر في مقابل يعني عيشهم في بلدان يعني في بلدان النزوح. هذه الإجراءات البيروقراطية التي اشتكينا منها في أيام عبد الله صالح اليوم تدور سواء في وزارة المالية أو في وزارة الإعلام أو في رئاسة مجلس الوزراء نفسه. يعني يكفينا شعارات من رئيس مجلس الوزراء، نحن نحترم رئيس مجلس الوزراء ونحترم توجيهاته ووقوفه إلى يعني بالكلمة على الأقل أو بالتوجيهات. يعني هو للأمانة يعني أنا أنصف رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء لم يرد أي طلب لنا، يعني قام بالتوجيه بصرف رواتب الموظفين، قام بالتوجيه بصرف رواتب محمد العبسي أو إعادته إلى وظيفته، قام بالتوجيه، لكن هل هذه التوجيهات تنفذ؟ يعني للأسف هناك إدارة بيروقراطية في داخل هذه المنطقة. أنا أتحدث عن واقعة واحدة، عن موضوع فقط المالية، لا أتحدث عن يعني بقية الزملاء من فقدوا أسرهم، من لم يتحسس أحد عليهم. يعني فقط ربما هي جهود ذاتية وشخصية، بدلا من أن تكون مؤسسية، بدلا من أن يكون وزير الإعلام، بدلا من أن ينشئ إدارة لإنتاج الفيديوهات القصيرة، أن ينشئ إدارة لرعاية هؤلاء. اليوم يعني أتحدث عن رشاد السامعي، ذلك المبدع الذي يقود ثورة فيما يتعلق بالكاريكاتير، يعيش في قرية نائية في شرعب ولا أحد يعلم. مثلا دعنا لا نتحدث ولا نشخص القضايا، لكن يعني أين موظفين صحيفة الجمهورية اليوم؟ أين وضعهم من هذا الواقع؟ أين موظفي صحيفة 14 أكتوبر؟ أين موظفي يعني كل هذه الملفات اليوم مغلقة، ولدينا 14 وكيل أو 11 وكيل وزارة كلهم مفتبكين. يعني أنا أتمنى أن يتوقفوا عن النشر، أتمنى أن فقط يتحدثوا فيما يتعلق بوظائفهم، بدلا من أن يغرقون بتلك يعني التغريدات التي يعني مثلها مثل تغريدات المفسدين والعاطلين عن العمل. ما الذي يقومون به حتى هذه اللحظة؟ ربما أنا صريح أكثر من الحد في حديثي هذا، لكن أيضا يعني من حقنا أن نتحدث طالما أن هناك جماعة مسلحة خطفت حقنا. فنتمنى أن لا تكون الدولة يعني التي ننشدها ونقف معها وسنقف معها ولن يبتزنا أحد في مواقفنا تجاهها. فأتمنى أن لا تكون هذه الدولة وتصرفاتها يعني بذات تصرفات الجماعات المسلحة. نعم. إذن الصحفي غمدان اليوسفي شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. إذن أستاذ حمدي اسمح لنا أيضا قبل أن أعود لحوارك ولنقاشنا هذا أن نذهب لهذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لكم.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ حمدي. استاذ حمدي، يعني قبل الفاصل كان يتحدث الاستاذ غمدان وواضح يعني مدى الاسى الذي يتحدث به. برايك يعني ما هي الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومه فعليا لاجل هؤلاء الصحفيين، سواء المختطفين سواء المشردين الذين بدون فقدوا وظائفهم، على مستوى حتى التقارير الدوليه، التحركات للضغط على ميليشيا الحوثي لافراج عمن بقوا في السجون؟ هي الشرعية تعاني من مشكلات كثيرة، صحيح. وربما يمكن الإشارة إلى أن كأنها لا تريد من الصحفيين إلا مجموعة تابعين لها، هي لا تدرك هي الأخرى ماذا تعني الصحافة وما هي حرية الصحافة ولماذا يجب أن تدافع عن الصحافة، وبالتالي هي تقف موقف العاجز في هذه المرحلة، لم تفعل مثل هذه القضايا ولم تطرح موضوع الصحافة بشكل جدي، وهي لديها اعتلالات واختلالات كثيرة. ويمكن القول أن في الحروب الأطراف المتنازعة تنسى مثل هذه المهن مثل الصحافة ومثل هي تبحث عن تجيش، كل من يمدح هذه الشرعية هي تريده، لا تنظر إلى الصحافة من المنظور الحقوقي والوظيفي، وبالتالي هي عاجزة عن مثل هذه عن تقديم أي معالجات. لكن العيب أين؟ العيب في المنظمات الدولية، وكم هي حجم المناشدات التي تصل إلى المنظمات الدولية وأقسم تصنع تقرير، يعني منظمات حقوق الإنسان، اتحاد الدولي الصحافة الصحفيين، اتحاد الصحفيين العرب، هذه المنظمات الدولية تغط الطرف، لا تضغط بما يكفي ولا تبحث عن وسائل لإطلاق سراح الصحفيين، معالجة الاختلالات، معالجة المشكلات التي يعاني منها الصحفيين، وكأنها لا تضع لليمن. والحقيقة أن اليمن هي في أدنى سلم اهتمامات العالم، ومن ضمن ذلك يدخل الموضوع الصحفي، لذلك لا شرعية تقدمت ولا يمكن للحوثيين والميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح أن تستمر، سيبقى الوضع ربما رهن مواقف سياسية دولية أكثر منهم واجهة لتداعيات هذه الحرب. إذن أستاذ حمدي، يعني لو عدنا إلى الحديث عن مناطق النزاع التي كنت فيها، وربما أنت ذكرت في بداية حديثك أنك قد تكون في منطقة تشعر أنك فيها بأمان، تجد نفسك في غفلة من الزمن، لست بأمان، وأنت مررت بتجربة اختطاف، هل حدثتنا عنها؟ وفي الحقيقة أنا أذكر يعني زميلي العزيز مراد هاشم ذات مرة قال لي انتبه أن تشعر بالأمان، لأن ما يحدث هو أمان خادع، لكن يبدو أنني وقعت في الفخ. هي أسوأ ما يمكن أن يواجه الصحفي في مناطق الصراع هو إحساسه بالأمان، إذا شعر بأنه أصبح في مكان آمن وفي موقع آمن يتخلى عن الإجراءات الاحترازية، وبالتالي يقع في الفخ. بالنسبة لتجربة الاختطاف، هي تجربة مرة في كل الأحوال ملتبست لدى الكثيرين. أنا كنت أمشي في الشارع، تعرضت لاختطاف أنا والصحفي والمرافق، واقتدنا إلى مكان مجهول في بيت مجهول بعد أن تم تحريك السيارة لمدة ساعة ساعة ونص. نزلنا في ذلك البيت، ثم أخذوني إلى لوحدي بمفردي، وتركوا المصور والسائق واخذوني الى حجره غرفه في مكان، ثم بداوا يطلبون مني الشريحه، قالوا شريحه استطلاع الطائرات او تعرف الطائرات، وفتشوني، وكله تحت تهديد سلاح، بالطبع قيدوا، كنت معصوب العينين، وتركوني في عرض الجبل في تلك الحجره البيت، انا لا اعرف، كنت معصوب العينين. بعد ساعتين أعادوني إلى البيت، ومكثت تحت إطار تعذيب نفسي لمدة 11 يوم. كانت القصة ملتبسة، لأنه المكان الذي اختطفت فيه هو مكان التابع للمقاومة في تعز، ومن تحدثوا معي واللغة التي تحدثوا معي بها قالوا لي إنهم حوثيين، وكانوا بين المغرب والعشاء يسمعون خطب لعبد الملك الحوثي، وكنت أسمع المواجهات هنا وهنا، وقالوا لي بأنه كنا نريد قتلك لكن السيد قال لا نقتلك. وعندما قلت لهم هل تريدون فلوس، قالوا أنت عميل وخائن ومرتزق.
وهنا ظهر الالتباس أنه يتحدثون بلغة الحوثيين ولكن المكان مكان المقاومة. النقطة الثانية أنه عندما تركوني رموني في أرض الجبل عندما تم إطلاق سراحي تركوني أيضا في مكان تابع للمقاومة، وبالتالي هذه المجموعة اللجنة الأمنية التي أجرت التحقيق معي لم تبلغني بأي نتائج في مسائل التحقيقات ولا أين توصلت. هي مجموعة بخطابها ومن حققوا معي داخل الاختطاف كل حديثهم وكل خطابهم كان يتحدث عن الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأنه أنا عميل ومرتزق وأشتغل علاقاتي مع المقاومة. اللهجة كانت من اللهجة، هل استطعت أن تتعرف من أي منطقة؟ لهجة تعز؟ لهجة ليست من تعز، ليست من تعز، ليست لهجة من تعز. وكذلك هذه اللي فترة الاختطاف كان فيها أكثر من جماعة مسلحة، وهناك خلافات بين هذه الجماعات المسلحة وكل طرف يتهم الطرف الآخر، كنا ضحية. أحيانا الصحفي يقع ضحية. أنا وحسما للأمر أول ما أطم إطلاق السراحي خرجت وتحدثت لوسائل الإعلام بما شاهدت وسمعت ووقعت ماذا قالوا لي وماذا من الخاطف. لا أحد يعرف، لا أعرف، لا أدري من. حين أفرجوا عنك لم يطلبوا شيء. واحدة من النصائح التي تبعتوها من ضمن اللي أخذناها في إجراءات السلام أنه لا تحاول التعرف على الخاطفين، ولذلك لم أحاول أن أنزع نزل. لأنه يقول لنا خبراء السلامة إذا حاولت التعرف على الخاطف فقد يقتلك لأنك تفضح هويته، وإذا حاولت تفتح عينيك وتتعرف على المكان فسيتم التخلص منك. طوال الفترة وأنت معصوب العينين؟ طوال الفترة لـ11 يوم وأنا معصوب العينين ومقيد الرجلين بسلسلة حديدية. وحتى عندما كانوا يأتوني بالطعام كانوا يأتوني ويقولوا لي هذا الماء وهذا الشاي وهذا، يعني يأخذ يدي حتى لا يعني حتى تتداخل الأمور. وهناك في حجرة، وعندما أحاول يعني عندما يكونوا بالخارج أحاول أترصص قليلا، هناك نافذة وهناك جدار خلف النافذة لا أفق له، لا أفق. هناك تخطيط محكم في احتراف في عملية الاختطاف. أنا تهت وسط هذا الاحتراف ولم أستطع أن أميز شيئا. يرددون الصرخة وفي منطقة للمقاومة وأسمع ضربات وإطلاق أنات واشتباكات، وبين المغرب والعشاء يسمعون خطابات لعبد الملك الحوثي وأسمع كأننا في حافة جبل أو من هذا القبيل. وأسمع يعني مساجد كثيرة، 6 إلى 7 مساجد أثناء المغرب. والحقيقة أيضا عندما اختطفوني أقادوني لساعات، حتى عندما تم الإفراج عني مررت ساعة ونص. هل كنت أدور بنفس المكان؟ هل الخطابات التي لعبد الملك الحوثي مسجلة؟ يعني هي أكيد مسجلة، بس هل هي ضمن المقاتلين حولي أم هي فعلاً مسجلة أم في أنه مجرد إيصال رسالة؟ أنا بعد ما خرجت في تحليلات كثيرة، لكن ستظل قضية وإن شاء الله يظهر الحق في يوم من الأيام. طيب يعني حين في اللحظة التي قرروا الإفراج فيها عنك ألم يعطوك رسالة معينة؟ هذا درس انتبه، يعني نحن أم يعني كما اختطفوك فجأة أفرجوا عنك؟ كنت أسألهم ماذا تريدون؟ قالوا لي أنت متهم بالتعامل مع الخارج والمرتزق، وملف حقك راح للإدارة، يتم الآن فحص الملف، فإذا عادوا للإفراج عنك سيتم الإفراج عنك، وإذا قالوا نواصل ستنقل إلى مكان آخر. وعندما في آخر يوم أخذوني إلى خلف قلعة القاهرة في الليل وتركونا هناك نحن الثلاثة عند منتصف الليل. لم تلتقي بزملائك إلا في يعني في يوم الاختطاف وفي حتى وفي النهاية. هل ربما كانوا معي في نفس، لا أدري، أنا لم أسمع أصوات موجودة في البيت التي كنت هم فيها. هم حكوا لك أنهم بنفس المكان الذي كنت فيه؟ يعني نفس المواصفات لاحقاً. يعني هو المواصفات كيف نعرفها؟ عندما يتم غلق النوافذ، إحنا في الحقيقة المكان اللي كنا فيه أشبه بفيلا. عندما يتم غلق الأبواب نحاول التلصص قليلاً لأنه لا أحد. يعني ملامح المكان ملامح حديثة وفيلا، ويبدو أنها يعني مطلة كذا على
مكان وهناك أشجار، كنا من الطاقة تبان أشجار طويلة، يعني هي قصة مدروسة، المكان مدروس، التوقيت مدروس، التتويه مدروس. توهونا حتى أنا لم أعد أدري من كيف لماذا وكيف أفرج عني ولماذا، لكن أنا الحمد لله كل ما كنت أشعر فيه أنه سأعود إلى أسرتي، هذا كل ما فيه كنت يعني وأول تثق اتصال بهذه. أول اتصال هو الرقم، تذكرت رقم أسرتي، أمي اتصلت فيها وحدثت أبي والحمد لله وأسرتي. هذا كان هل كل ما كان يدور هل سأبقى في الحياة أم، وأنا عملوا لي محاكاة إعدام يعني مسكوا الكلاشينكوف، قالوا هل تريد الرصاصة هنا هل تريدينها، ثم قالوا لي في الأخير نحن كنا نود قتلك لكن السيد قال لا، أمر بعدم القتل. من هو السيد موضوع آخر. في كل الأحوال هذه تجربة من ضمن التجارب الصحفية الصعبة التي يمكن أن تتعرض يتعرض لها الصحفي في أماكن الصراع. يعني أنا تقريبا نحن سنة كاملة وأنا يعني أغطي كنت الأحداث وأخذ كل التدابير، حتى عندما وصلت للشعور بالأمان وقللت قليل الإجراءات شعرت أنه هذه أصلا مناطق مقاومة مربعات مقاومة، كيف من سيجرؤ أن حتى عندما مسكونا قلت لهم أنتم غلطانين، أنا مراسل الجزيرة فلان فلان. قالوا سكت أنت المطلوب. ويعني في الأخير هذا الرصد مثل هذه التجارب الصحفية تستخلص منها الكثير، أنه يجب على الصحفي ألا يشعر في الأمان في أي مناطق نزاع حتى وإن كان في مكان يوحي إليك بالأمان، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها الجماعات المسلحة التي ليست على وفاق مع جماعات أخرى والتي تسيطر عليها الدولة بعد تتكاثر. يعني تتكاثر. الحين مثلا في تغطية معركة الموصل كان الصحفيين اللي يأتون من جهة أربيل وكردستان العراق، البشمرجة قوات البشمرجة التي تقاتل تنظيم الدولة تضع حدود لحركة الصحفيين، يمكنكم التصوير والعمل لهذا الحد، أبعد من هذا الحد سيكون خطر. الجيش العراقي يضع حدود، في كثير من المفاهيم تضع في بلادنا لا يمكن، أنت مطلوب منك أن تصل إلى المنطقة المعلومة كلها متداخلة، لا تعرف، أنت تذهب إلى هذا المكان تجد النار في المكان الخلفي الذي تجاوزته والذي كان قبل دقائق بالنسبة لك مكان آمن. هناك حالة من عدم الضبط، لا تستطيع الجماعات المسلحة أي جماعة أن توفر حماية للصحفيين، ربما الجيوش النظامية هي التي يمكن أن توفر حماية للصحفيين لديها ترتيبات قدرات وإمكانيات، لكن الجماعات المسلحة فضلا عن مواقفها السياسية قد تحسبك طرف ضد طرف، هي لا تستطيع أن توفر الحد الأدنى للصحفي الحر والمستقل، هي يمكن أن توفر الحماية لصحفي يتبعها. ولذلك أنا ضد فكرة أن الصحفي مقاتل، الصحفي يغطي الأحداث، الصحفي يغطي الأحداث، وعلى الجماعات المسلحة أينما كانت يفترض أن تفرق بين المقاتل وبين الصحفي وأن تكون هناك مسافة على الأقل للصحفي يتحرك فيها. الصحفي ليس مقاتل، ليس لا يفترض أن يتواجد بالجبهة الأمامية، سينقل الخبر ولكن يجب أن لا يدفع حياته ثمنا لنقل الخبر، لأن الخبر سيصل في كل الأحوال. إذن أستاذ حمدي البكاري الصحفي ومراسل قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، ويعني شاكرين لتعاونك وحديثك معنا، شكرا لك مرة أخرى. شكرا لكل البرنامج وللقناة اللي تقدم وجبة في الحقيقة يعني دسمة للمشاهد اليمني وتواكب أيضا التحولات والتحركات التي تحدث في الشارع. هذه شهادة نعتز بها من صحفي مثلك أستاذ حمدي. إذن مشاهدينا الكرام وصلت إياكم إلى نهاية الحلقة من المساء اليمني، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.